اهلاوي، فاتولدت على حب ابو تريكه، كابتن محمد ابو تريكه، لان انا مركزي في نفس المكان بالظبط. شخصيه ما فيش حد بيختلف طبعا عليها، طبعا. اتولدنا بصراحه على حب الراجل الطيب ده. ما مش عارف يعني بصراحه، يعني كلامي بصراحه مش هيقدر يديله كان جزء نفسك من تلعب حقه، معاه مثلا، نفسي بس الحقه كنتش حتى هتلعب. يعني. مش مهم، بس كنت مش الحقه، مهم. مش مهم كان والله، نفسك مش مهم، تشوفه بس تلعب معاه. بالظبط. كان نفسي بقى معاه في غرفه خلع الملابس، احضره واتمرن معاه، اشوف الشخصيه الجميله اللي الناس كلها تتكلم عنها طبعا بالطريقه دي. محدش ما بيحبش محمد. مين ما بيحبش محمد ابو تريكه؟ والله انا مش عارف. بس يعني كان نفسي بصراحه الحقه، بصراحه يعني كان نفسي. فهو مثلك الاعلى. بصراحه مثلك وبره الاعلى مصر محمد صلاح. محمد صلاح. بس محمد يعني مختلف عنك شويه. لا انا مش طريقه، لا مش كوره، ولكن قدوه، عايز تبقى كده. قدوه، قدوه بصراحه في الاخلاق وفي الادب وفي الالتزام. مش بتكلم على الكوره يعني، هو مركزه غير مركزي خالص يعني، لكن انا نفسي ابقى اتكلم كشخصيه لاعب. بالظبط، ابقى قدوه للشباب اللي طالع برضو، زي ما كان زي كابتن محمد صلاح.